رثاء العلامة محمد بن إسماعيل العمراني رحمه الله مفتي الديار اليمنية للشيخ حسين الشراعي. ألم ألم وحادث أبكاني إذ قيل مات العالم الرباني شيخ المعارف والعلوم محمد وفقيهنا العلامة العمراني آه على فرقاك يا شيخ الهدى كم حسرة في خاطري وجناني آه من القلب الكسير بزفرة هل تذهب الزفرات من أحزاني أفنيت عمرك في الفتاوى دون ما كسل ولا ملل ودون تواني وتعلم العلم الصحيح بهمة فأفدتمونا قاصيا والداني من ذا يسد مسدكم من بعدكم في العلم والتعليم والتبيان حقا لقد حزن الجميع بفقدكم رزئت بعظم فراقك الثقلان ودعتنا والشر يملأ أرضنا فتن تموج كمثلما الطوفان قد كنت بدرا يستضاء بنوره فهوى وصار الناس كالعميان عجبا لبدر ضمه بطن الثرى بالله هل سمعت بذا أذنان حقا لقد دفنت علوم جمة وأصابنا ضرب من النقصان الأرض تنقص إن ترحل عالم عنها ويذهب نورها بثواني وبفقد أهل العلم يصعد جاهل متصدرا إذ غاب أهل الشان فيضل بل ويضل عن درب الهدى يفتيهم بالزور والبهتان يا رب فاخلفنا بخير في الذي قد حل فينا يا عظيم الشان رباه واجبر كسرنا ومصابنا والطف بنا يا واسع الإحسان واحفظ لنا يا ربنا علماءنا وارحم إلهي شيخنا العمران نور له في قبره وافسح له أسكنه يا ربي فسيح جناني.